مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناه الحياه في كل مكان. اهلا بيكم في حلقه جديده مميزه من طبيب الحياه زي ما عودناكم بتقديم كل ما هو جديد في عالم الطب وافضل الاطباء في جميع التخصصات وايضا افضل المراكز الطبيه. يكون منورنا النهارده من داخل الحلقه استاذ دكتور عطيه خفاجه استشاري جراحه الاورام كليه طب القصر العيني جامعه القاهره وايضا عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وعضو الجمعيه المصريه لجراحه الاورام. اما استاذ دكتور وائل غانم مستشاري جراحه تجميل واصلاح العيون الخلقية. مستنيين كل أسئلتكم وتساؤلاتكم على الصفحة الخاصة بينا صفحة طبيب الحياة على الفيسبوك. فاصل صغير نرجع مرة تانية استنونا. مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة في كل مكان. أهلا بيكم فقرة جديدة مميزة من طبيب الحياة. الحقيقة أن أمراض الجهاز الهضمي أعراضها بتتشابه وللأسف كتير من الناس بتعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي ولكن بتهملها. الإهمال ده ممكن يسبب مشاكل كتيرة قوي أشهرها أو زي مثلا أورام الجهاز الهضمي. النهاردة هنتكلم عن أورام الجهاز الهضمي، هنعرف أنواعها وهنعرف كمان أعراضها وإزاي بيتم التشخيص للأورام دي والأهم كمان طرق العلاج مع أستاذ دكتور عطية خفاجة استشاري جراحة الأورام كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة وأيضا عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو الجمعية المصرية لجراحة الأورام. أهلا بيك دكتور عطية ومنورنا وحشتنا وحشتنا المعلومات القيمة، لأن هو تخصص زي ما كنت بقول لحضرتك قبل التسجيل إن تخصص صعب دقيق قوي قوي في تفاصيل يعني. بس في البدايه موضوع فقره النهارده اورام الجهاز الهضمي، تكلمنا تقول لنا عن اورام دي ايه وانواعها ايه يا دكتور؟ تمام. هو عشان نعرف نتكلم عن اورام الجهاز الهضمي لازم نبقى عارفين الجهاز الهضمي بيبتدي منين وينتهي فين. الجهاز الهضمي بيبتدي من اول الانسان لما ياكل بينزل على اول انبوبه بيعدي عليها الاكل في المريء، وبعديها دي عباره عن انبوبه بيعدي فيها الاكل، وبعدين يوصل للمعده بيستنى في المعده حوالي 6 ساعات، وبعد كده ينتقل للاثنى عشر والامعاء الدقيقه ثم القولون اللي هو مخزن الاخراج ثم بيتخلص الانسان من الفضلات. تمام. احنا معانا كمان فيديو ممكن يشرح اخر. تمام بالظبط كده. الانبوبه اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي اللي فوق اللي هي المريء اللي هو الاكل بينزل من فوق يعدي في المريء ده بسرعه ما بيوقفش فيه، المفروض ما يركنش الاكل هنا ينزل على المعده، هو ده المكان اللي بيستنى فيه الاكل جزء المعده ده في حدود 6 ساعات. بيحصل له عمليات هضم وتمثيل غذائي وتكسير لمواد غذائيه، بعد كده ينتقل للاثنى عشر اللي هو الجزء اللي بعد المعده على طول، ويبتدي يروح على الامعاء الدقيقه اللي فيها اللي هي المكان الاساسي للتمثيل الغذائي. اوكي. ده هنا بيتكلم عن او اخر المريء من تحت. اخر المريء من تحت ده اكتر مكان شهره انه يصاب بامراض كتير، من اول ارتجاع المريء اللي بنتكلم عليه ومشهور قوي، ارتجاع السائل الحمضي على المريء، وده برضو المكان الاشهر لحدوث الاورام، يعني اكتر نسبه حدوث اورام في المريء بتحصل في الجزء الاسفل من المريء اللي هو اخر حاجه يعني اخر حته في المريء. طول المريء حوالي من 30 ل 35 سنتي على حسب طول الانسان. اخر جزء فيه اخر 10 سنتي هم دول المكان الاساسي او الاكثر تعرضا للاورام لكل الامراض. ارتجاع المريء يصيب اول حته الحته دي، لان ارتجاع المريء ده عباره عن ايه؟ ربنا خالق صمام بين المريء والمعده عشان الـ يبقى في اتجاه واحد، الاكل يمشي في اتجاه واحد من المريء للمعده. لو الصمام ده اصيب باي خلل لسبب ما يبتدي الحامض مع الاكل المهضوم يرجع على المريء ده. فالاتجاه المعاكس ده للاكل وللسائل الحمضي هو للمريض يقول لي كان عندي ارتجاع في المريء او احساس دائم بالحموضه. أوكي. تعب في المعده. هو ده مكان الاصابه في الحته. طيب احنا عرفنا شويه انواع، ممكن نقول اسبابه يا دكتور، السبب ايه؟ يعني ايه السبب اللي ممكن يخلي فيه ورم في الجهاز الهضمي؟ احنا لسه ما جبناش انواع الجهاز سرطان الجهاز الهضمي، انما اورام الجهاز الهضمي بنبتدي من اول زي ما اتفقنا المريء فالمعده فالامعاء الدقيقه فال
القولون والمستقيم. من اسباب قوي كل مكان ليه اسباب. يعني من اسباب الاصابه بالسرطان المريء اللي هو الانبوبه اللي بتوصل الاكل للمعده التدخين، مرض ارتجاع المريء او اصابه الجزء السفلي من المريء المستمره بالتهابات نتيجه الحامض اللي بيرجع من المعده، ده من اسباب حدوث الاورام. كل ده من اسباب حدوث الاورام في الانبوبه الموصله للاكل للمعده. لما نيجي نتكلم عن الجزء الثاني في الجهاز الهضمي، المعدة من أشهر أسباب سرطانات المعدة الأكل السمك الني مثلا. يعني نسبة حدوث سرطان المعدة في اليابان اللي هو الرنجة والفسيخ والحاجات دي، لا الني اللي هو زي السوشي والكلام ده، ده أكثر حدوثا في اليابان بسبب إن هم بياكلوا الأكل ده بالطريق باستمرار بالشكل ده كمان. ولذلك نسبة الإصابة بسرطان المعدة عالية جدا في اليابان. بعد كده ننزل على منطقة الاثنى عشر والأمعاء الدقيقة. الاثنى عشر برضو ما أكثر شهرة من بقية الأمعاء الدقيقة بالإصابة بالسرطان. بعد كده يجي في المرحلة اللي بعديها الإصابة بسرطان القولون. من اهم مسببات الاصابه بسرطان القولون زي ما احنا كل الناس عارفه الفاست فود او جانك فود، الاكلات الاول الوجبات السريعه. دي مهمه جدا، مثبته بنسبه عاليه ان هي من اشهر اسباب الاصابه بسرطان القولون. عشان ما ننساش برضو في الجهاز الهضمي في ملحقات للجهاز الهضمي ده، زي سرطان اللي ممكن يصيب الكبد، ممكن يصيب البنكرياس والقنوات المراريه. كل دول من ملحقات الجهاز الهضمي اللي ممكن يصابوا بالسرطان. طيب احنا زي ما حضرتك قلت منتشره قوي اورام القولون واسبابها كتيره، وبس اشهرهم الوجبات السريعه. هنشوف فيديو معانا كمان بيوضح اورام القولون، لان دكتور ناس كتيره قوي ما تعرفش الموضوع ده، واحنا كلنا يعني مش بس المصريين، الوطن العربي كله بقى خلاص الموضوع بقى سريع قوي. في العالم كله طبعا. بس احنا بنهتم شويه بمصر والوطن العربي طبعا. يعني فعلى طول بنستسهل نروح نجيب اكل من بره. فهنشوف بقى الاكلات دي بتعمل ايه اورام القولون زي ما احنا ده هنا ده صوره القولون لحد المستقيم من تحت اللي هو مكان اخراج الفضلات. هنا بيصور المنظار، لان انا بشخص النهارده من اهم طرق التشخيص لسرطانات الجهاز الهضمي كله المنظار الضوئي، اللي انا بدخل بالمنظار سواء من فتحه الشرج او عن طريق الفم واصور الجزء كله بفيديو كاميرا، ووجود اي اورام، وجود اي التهابات، وجود اي زوايد مش طبيعيه. في بعض انواع سرطان القولون بيبقى وراثي. يعني مولود بيه كده يعني؟ لا مش مولود بيه، اكثر عرضه في عائلات. لان في بعض الزوائد اللي بتحدث في القولون 100% منها بيسبب سرطان او بيقلب لسرطان. فده برضو مهم جدا في تشخيصه بدري. لان في مرضى قد نحتاج ان احنا نشيل لهم القولون كله، لانه 100% هيتحول هذه الزوائد الى سرطان مع الوقت، ممكن يبقى سرطان. طيب اوكي، ده الفيديو طبعا الموضح ده بيصور المنظار هو اللي مبين لي ومبين لحضرتك دي زوائد زي اللي بنتكلم عليها الحته دي. دي المنظار بيصورها ويشخصها وياخد منها عينه نحللها. يعني هنا المنظار ممكن يشيل زوائد زي دي كامله. احنا بناخد عينه منها نشوفها يعني. بنشيلها بالكامل ونحللها. تمام. ممكن نستأصلها بس يا دكتور؟ طبعا يعني مش شرط ان نقول مثلا ممكن تسبب سرطان، احنا استئصال مثلا جزء منها ممكن المريض احنا بنشيل الزوائد دي. بنشيل الزوائد دي او لو في زايده معينه قبل ما تتحول لسرطان. في انواع منهم 100% بتتحول لسرطان. فلازم دي تتشال بدري. طيب دكتور، الاعراض اللي ممكن تبان على المريض اول ما يدخل لحضرتك كده وتقول ده عنده ورم من اورام الجهاز الهضمي، يعني يعرف ازاي ان هو بيختلف الاعراض المريض وشكوته من مكان لاخر. لان احنا ابتدينا من فوق أو من الانبوبه اللي بتوصل الاكل. يبتدي يشتكي المريض ايه؟ بصعوبه في البلع. وميزه الصعوبه دي ان هي متدرجه، يعني يبتدي مش قادر يبلع الاكل كويس. في مرحله اعلى يبتدي الاكل ما يتبلعش خالص الا بالميه. في مرحله اكثر درجه ان هو ما يقدرش يبلع السوائل نفسها او الميه. بالدرجه دي يا دكتور؟ طبعا. دي اعراض باينه قوي، يعني لو حد حس كده باينه يا دكتور. بصي حضرتك، صعوبه البلع دايما، ما احنا زي ما اتفقنا قبل كده التشخيص المبكر. يعني انا عايز اشخص المريض وهو حاسس انه مش طبيعي في البلع.
ما استناش لحد ما يقدر مش قادر يبلع ميه. المشكله اللي بتقابلنا ان المريض بيشتكي بصعوبه بالبلع يروح لاي حد او يبتدي القرايب والمعارف يوصفوا له حاجه، لا ده انت تسهل البلع بكذا، طب خد ده انت تلاقي عندك يعني شويه التهاب في المريء، تجيلك برد بس معلش. لازم التشخيص، اهميه التشخيص المبكر يا دكتور بيفرق مع حضرتك قوي في العلاج، يعني طريقه العلاج بتختلف ولا بتكون اسرع بيبقى وقت قصير جدا ممكن يتعالج فيها تشخيص؟ دلوقتي احنا هنتكلم على ان تشخيص وعلاج المريض سرطان الجهاز الهضمي ده محتاج تيم او مجموعه من الاطباء، مش دكتور واحد او مش شخص واحد. لا خالص، ده في دكتور مناظير للتشخيص، استاذ مناظير ده تخصصه. استاذ مناظير جهاز هضمي بيعمل منظار وياخد عينات ويصور اورام، يليه المرحله اللي بعد كده استاذ الجراحه اللي بيشوف المريض. مع استاذ الجراحه ده لازم يبقى فيه استاذ علاج كيماوي واشعاعي. ليه؟ لان كل مرحله بتختلف عن طرق علاجها وتكمله علاجها. مش كل حاجه استئصال ومش كل حاجه علاج، هو اللي بيحدد طبعا. واكيد في التيم ده كله، التيم نفسه ودكتور اكيد في بروتوكولات معينه. نبتدي نقول ده احسن طريقه واحسن نسبه شفاء ممكن يحصل عليها المريض، يعني مش قرار فردي. لا لا هو لا. الفريق لا 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 كله تيم، تيم طقم كامل لازم يبقى متواجد للتشخيص وطرق العلاج، تحديد الخطة بقى كمان العلاج. طيب ازاي دكتور نقدر نفرق بين الأورام الحميدة والأورام السرطانية أو الخبيثة؟ تمام. الأورام الحميدة في الجهاز الهضمي عامة نادرة الحدوث، مش بنسبة الأورام الخبيثة، يعني لو لقيت قرحة في المعدة لازم أعتبرها خبيثة لحد ما يثبت العكس. القرحة دي غير قرحة الاثنى عشر في المعدة. معظمنا بنطلق على الاثنى عشر ان هو المعدة، انما قرحة الاثنى عشر دي مشهورة وسبب التدخين والاكل السبايسي والحاجات دي. انما قرحة في المعدة بعد سن الـ40 لازم اعتبرها قرحة سرطانية لحد ما يثبت العكس. فمهم جدا طرق التشخيص، المنظار ده بيصور لي كل اللي جوه المعده ده اخباره ايه، كل اللي جوه القولون، كل المسار بتاع المريء. لو في اي حاجه مشكوك في شكلها بناخد منها عينات ونحللها. كل ده مهم، بس الاكثر او المنتشر اكثر طبعا الاورام الحميده الحمد لله، يعني الخبيثه مش كتيره قوي، وطبعا بتشخصها عن طريق المنظار. لا زي ما برضو قلنا تاني حضرتك، الاورام الحميده مش مشهوره زي الاورام الخبيثه، نادرة الحدوث في الجهاز الهضمي. يعني لما الاقي قرحة زي ما اتفقنا كده في المعدة، لا ما اقولش لا دي قرحة حميدة واخد لها علاج وهتبقى كويسة، لا. طيب لازم اعمل منظار واخد عينة لغاية ما تثبت ان هي حميدة الحمد لله. تمام. معانا فايدة طبعا المنظار دلوقتي، ده الفيديو احنا داخلين عن طريق المنظار شايفين كل حاجة داخل المنظار بيدخل زي ما اتفقنا من المريء عن طريق الفم او فتحة. ده بيتعمل بمخدر برضو بسيط موضوع. مخدر موضعي ومخدر بسيط، العيان بيبقى مش حاسس بحاجه. نبتدي نصور كل الجهاز الهضمي من اول المريء لحد فتحه الشرج. كل ده بيتصور، وباي حاجه مشكوك فيها بناخد منها عينات. وبتبقى الصوره قدامنا واضحه، والمناظير دي عملت طفرة كويسة قوي، لأن في بعض الزوايد والأورام حتى الخبيثة المبكرة جدا نقدر نستأصلها بالمنظار بتاع المعدة. بيبان يا دكتور في المعدة؟ طبعا، يعني بيبان في ورم هنا خبيث أو ورم حميد، لما بتاخدوا عينة بيبان إن ده إيه؟ وكمان ما قبل العينة، يعني في شكل ظاهري للأورام. يعني أنا أقدر من صورة لقرحة في المعدة أقدر أقول دي في الغالب أورام سرطانية ولا أورام حميدة. الاورام مش كلها خلايا وميكروسكوب، لا في شكل ظاهري للسرطان. طيب احنا عرفنا يا دكتور ان التشخيص المبكر للاورام ده مفيد جدا جدا، وبيخلي حضرتك يعني تحط خطه كده مبدئيه للمريض، وبيبقى اسهل من التشخيص المتاخر. طب خطوره بقى العلاج المتاخر ده على المريض بيكون ايه؟ يعني بيبقى فيه مضاعفات مثلا؟ لا ده بيفرق في الشفاء كتير جدا، من ان انا اقدر اوصل لنسبه شفاء 90 و95% في الحالات المبكره، سواء في سرطان المريء أو المعدة أو القولون، إن أنا أوصل لمراحل نسبة الشفاء 20%. فده متأخر جدا. وكمان طرق العلاج المكملة، يعني أنا من أحسن طرق العلاج أو بتدي للمريض أحسن نتائج استئصال الورم في الجهاز الهضمي كله، إن أنا أشيله. ليه؟ لأن الورم في الجهاز الهضمي هيعمل حاجة من الحاجات اللي هي سدد، مش هيعرف يبلع، أو المعدة هتقفل، أو القولون هيتسد. فمن احسن طرق العلاج الاستئصال، ولكن
بيعتمد في حالات هعمل استئصال بس والمريض يخف ويبقى طبيعي ويعيش حياته طبيعيه. انما في انواع تانية لازم هحتاج علاج مكمل. مكمل ايه بقى؟ بيبقى ادويه مثلا؟ فيتامينات؟ في عندنا لا لا لا, لا في علاج كيماوي واشعاعي بعد الاستئصال. بعد الاستئصال طب ده حسب الحاله نفسها او حسب الحاله ودرجه الاصابه والاصابه المحيطه بالمرض. ففي ساعات بنكمل بيبقى علاج مكمل شوية. ساعات لازم نحتاج نكمل بعلاج كيماوي واشعاعي. طب هنتكلم برضو عن انواع طرق العلاج. احنا اتكلمنا شويه اللي ممكن نستأصل الورم عادي والانسان يعيش بطريقه طبيعيه وياكل اللي هو عايزه وكل حاجه وما يحسش باي الم او اي ارتجاع في في, في معدته. بس في انواع تانية يا دكتور بتبقى ممكن اصعب وفي اسهل، يعني بتحتاج مثلا حضرتك بس تستأصل زي ما احنا قلنا او لا ناخد ادويه مكمله او تتابع مع حضرتك بعد الاستئصال. بيبقى المده قد ايه لو حتى هنستأصل الجزء اللي فيه الورم ده وتتابع مع حضرتك بيبقى الوقت قد ايه مثلا؟ تمام، احنا لو اتكلمنا عن علاج سرطان الجهاز الهضمي الاشهر حدوثا سرطان القولون. ده المفروض ان هو بيتشخص بدري ونسبة 70-80% ما بنحتاجش علاج مكمل. احنا بنشيل الجزء المصاب بالغدد الليمفاويه المحيطه بيه وبنوصل تاني وكل الانسان يعيش طبيعي. الحالات المتاخره اللي بتيجي مثلا في المعده، يعني ليه؟ لان مريض بيقعد يشتكي بان حموضه وتعب في معدته وبياخد علاج بقاله 6 شهور وما بيرتاحش وبياخد علاج بقاله سنه وما بيرتاحش، نيجي نعمل منظار نلاقي مشكله وسرطان في المعده. مين اللي كتب له العلاج ده؟ دكتور اكيد ولا هو بياخده كده لوحده؟ في نوعين، في دكتور بيستبعد حدوث سرطان وفي الاقارب والاصدقاء واصل انا ابن خالتي كان عنده وخد نفس العلاج وارتاح عليه والقصه بتمشي كده يعني. فنبتدي نتاخر يوم عن يوم نعمل منظار نلاقي قرحه سرطانيه في المعده وبقالها ما لا يقل عن 6 شهور لسنه. فده ياخر المريض. ده اللي لازم هحتاج في الغالب علاج مكمل ليه، لان العلاج الكيماوي بعد الاستئصال في المراحل المتقدمه بيحسن النتائج. فلازم يبقى الاثنين ماشيين في نفس الطريق. بعد الاستئصال لازم هنكمل العلاج. وغالبا العلاج بياخد فتره من 3-6 شهور مش اكتر من كده. وبعد كده المريض بيمشي في نظام المتابعه بتاعته العاديه. في متابعه مع حضرتك أكيد. كمان بعد الاستئصال او احنا بنتكلم على متابعه اول سنه دوريه شهريا وبعد كده لمده 5 سنين لازم المريض والدكتور مرتبطين سوا. طيب احنا اتكلمنا عن اورام القولون او المستقيم، طب ايه الفرق بينها وبين اورام البنكرياس؟ البنكرياس ده بنسميه من ملحقات الجهاز الهضمي، هو بيفرز العصاره البنكرياسيه اللي بتساعد على عمليه الهضم. اوكي كويس. فالبنكرياس خطورته ان دايما بيتشخص متاخر، يعني نسبة الشفاء فيه ضعيفة لأنه دايما المريض بيشخصه متأخر أو الدكتور حتى ما بيعرفوش السبب يعني تشخيص ما بيعرفش إن البنكرياس مصاب ليه. طب ليه أعراضه مش باينة؟ أعراضه مش واضحة حتى للدكتور أو بالمنظار، يعني اللي بيشتكي بصعوبة في البلع ده أعراضه واضحة، ده عنده مشكلة في المريء. إنما سرطان البنكرياس ممكن يقعد فترة طويلة جدا عقبال المريض ما يبتدي يشتكي بصفرة أو ارتفاع في نسبة الصفرة في الدم. ممكن المريض يقعد يشتكي كل شكوته عباره عن الم في ظهره. فاعراضها بسيطه ومتشابهه مع الاعراض العاديه كمان. ويروح لدكتور عمود فقري ويروح لدكاتره عضلات. وهو المشكله عنده في البنكرياس. وفي حالات بنكتشفها بالصدفه، يعني مريض رايح يعمل اشعه مقطعيه كمتابعه. او كاطمئنان على الكلى. تلاقي ان في موجود ورم في البنكرياس وهو ما بيشتكيش. فده خطورة البنكرياس من هنا ان اعراضه معدومة يعتبر او متشابهة مع اعراض بسيطة مش واضحة ان انا اقدر مش واضحة للمريض ولا حتى للدكتور. هيجي مريض يشتكي بوجع في ظهره يروح للدكتور العمود الفقري يديله مسكنات وهي المشكلة الأساسية عنده في البنكرياس وضغط على الأعصاب بتاعت الضغط وبقاله كتير وبقاله سنة بقى. سنة ونص. طيب احنا عرفنا ان علاج الأورام الحميدة بيختلف عن علاج الأورام السرطانية أو الخبيثة. ازاي يا دكتور ممكن حضرتك تعالج أورام سرطانية ودي بتبقى أصعب في طريقة التشخيص وفي العلاج، ولا حضرتك بتتبع نفس الخطة أو نفس النظام في الاثنين؟ لا، هو علاج الأورام السرطانية زي ما اتفقنا هو فيه 3 طرق للعلاج، الجراحة والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي، ومش كل حاله زي الثانيه ومش كل مكان زي الثاني. يعني المريء غير المعده غير القولون غير الكبد غير البنكرياس. بس هم الطقم ده او التيم ده اللي موجود لازم بيبقى مشارك في القرار والطرق العلاج.
يعني مفيش حاجة قبل الجراحة؟ يعني حضرتك مثلا مش تنصح المريض مثلا احنا هناخد مثلا مجموعة أدوية أو حاجة لغاية ما ندخل في الجراحة لو ما جابتش نتيجة، ولا على طول بتلجأوا على طول للجراحة؟ لا، ما أنا ده اللي بقوله لحضرتك. ليه التيم اللي موجود ده أو القرار ده في بعض الحالات المتقدمة إن أنا أحسن أبتدي بالعلاج الكيماوي لمدة 3 جرعات وبعدين أعمل العملية يكون جاب النتيجة المرجوة وبعد كده أكمل العلاج الكيماوي. يعني لازم الخطه، ومن مش من حضرتك بس، من كل التيم كله بتاع علاج الاورام، اسمه تيم علاج الاورام، لان مش القرار مش قرار جراحه او قرار علاج اورام او علاج اشعاعي، لا ده تيم بيبقى ياخد القرار والامثل للمريض. طيب استئصال الورم ده دكتور، خلاص احنا عرفنا ان المريض ده عنده ورم خبيث او ورم حميد وشفناه في المنظار واستأصلناه، ممكن بقى على المدى الطويل يعني في المستقبل مثلا بعد عمر طويل ولا حاجه يرجع له الورم ده حتى لو مش في نفس المكان في مكان تاني ولا لا؟ طبعا ممكن، بس ليه؟ لان احنا مثلا عندنا القولون طوله متر ونص، واللي جاب ورم في جزء من القولون 5 سنتي 10 سنتي واتيفر، احنا بنشيل نص القولون، فباقي القولون بتاع المريض ده عرضه لنفس المرض. يعني ممكن تشيلي القولون اليمين لمريض من 15 سنه ويجي لك بعد 15 سنة عنده قرحة أو سرطانية أو ورم في الجزء اللي متساب من القولون. طب ده بيبقى سببه إيه؟ يعني ده مش معروف سببه مثلا دكتور، هو مثلا ما هو نفس طريقة الأكل، نفس طريقة الشرب، نفس طريقة العيشة، نفس الجينز اللي موجودة، فعشان كده إحنا بنتكلم على متابعة لفترات طويلة، سنين. مش بس سنة وخلاص وأنا استأصلت الورم فارتاح أو لا، مش هجيلي تاني. مريض الأورام دايما شكوته تحترم، المتابعة الدقيقة دي من أهم خطوات العلاج. وبالتالي الكلمة بتفرق مع حضرتك، يعني كلمة ممكن يقولها بتفرق مع حضرتك في العلاج. طبعا. طب نصائح عامة دكتور، احنا عايزين من حضرتك طبعا كل حاجة بإيد ربنا، بس احنا بنقول الوقاية خير من العلاج، نصائح عامة كده لكل المشاهدين بيتابعونا لتفادي أورام الجهاز الهضمي. احنا عرفنا كده يعني واحنا بنتكلم أو بندتش وبنشوف شوية فيديوهات إن الأكل السريع، التدخين، بس نصائح عامة للمشاهد كده. هو طبعا لما نيجي نتكلم عن سرطان الجهاز الهضمي كله، من المهم طرق الاكل الصحيه، المهم الرياضه، المهم الامتناع عن التدخين، الكحوليات مهمه جدا في سرطان الكبد، مهم جدا الوقايه كمان من اهم اسباب وانتشار سرطان الكبد في مصر، الالتهاب الفيروسي بي وسي. فكل دي حاجات، والاكل الصيني اللي احنا بقينا خلاص في مصر كله دلوقتي السوشي اهم حاجه ساعات بيسبب كمان امراض كتير او اورام كتير. دكتور اجراء الجراحه في الاورام الخبيثه او السرطانيه ممكن تبدا من سن قد ايه؟ يعني لو قدر الله في مثلا عندنا طفل عنده 10 سنين او 15 سنه ممكن نعمل جراحه لو الموضوع يستدعي؟ أي سن؟ مش اي خطوره على مثلا اي سن. طب في موانع دكتور حضرتك ممكن تقول مثلا المريض ده مريض بمرض تاني غير الورم سواء حميد او خبيث، القلب بقى، السكر، الضغط، تمنع مثلا دخول اوضه العمليات او التخدير مثلا حاجه ولا لا؟ لا، عشان بس نحكي، هو ما فيش اخطر من السرطان، فالنهارده عشان مريض يخاف عشان عنده سكر او عنده قصور في الدوره الدمويه في القلب او لا، كل ده بيتبنج، انما احنا الهدف بتاعنا الاكثر خطوره. ما هو مريض القلب ان شاء الله ممكن ياخد علاج ويتحسن ويبقى كويس، يركب دعامات، يعمل عمليه في القلب، كل ده يبقى كويس، انما اللي ملوش الا التدخل ومش هيخف السرطان او الاورام. انا قصدي ان هو ممكن بيبقى واخد مثلا ادويه، حضرتك مثلا هتدي له بنج فممكن ياثر عليه في حاجه ثانيه فتبتدي معاه بالادويه التغذيه. لا، في اساتذه التخدير وطاقم التخدير هم اللي بيكونترول الادويه اللي بياخدها المريض، وايه اللي يتوقف قبل العمليه، وايه اللي يستمر لحد يوم العمليه. كل ده في طاقم تخدير كامل عشان نقدر الامور تبقى تمشي بامان وسيف. طيب احنا اتكلمنا برضو عن استئصال الورم، بيبان لي قوي في المنظار، المنظار اللي بيدخل عن طريق الفم او فتحه مثلا الشرج. في ناس ممكن تطلب من حضرتك لا انا مش عايز منظار، انا هبتدي على طول يا دكتور جراحه، استأصل لي الورم عن طريق الجراحه وخلاص، انا بخاف مثلا من المنظار. حضرتك اللي بتحدد، يعني بتشارك المريض مع حضرتك ولا حضرتك اللي بتحدد؟ تمام، لا، المريض من حقه انه يعرف ان احسن طريقه واحسن نتيجه هياخدها بالطرق الفلانيه. او الطرق سواء علاج جراحي، اشعاعي، كيماوي، لازم المريض يبقى عارف واحسن نتائج تجيب معاه. ولازم المريض يبقى متفهم ده.
انما اللي ما يصحش ان انا امشي على هوا المريض. لازم حضرتك تشوفه صح للمريض، غير كده يبقى احنا مش بنعالج. طب الاورام دي ممكن تبان لي عن طريق مثلا الاشعه؟ يعني طبعا في طبعا الاشعه المقطعيه بتبين اورام كتير في القولون وفي الكبد وفي البنكرياس. المقطعيه يا دكتور ولا هي الثلاثيه الابعاد دي؟ لا، والمقطعيه العاديه والسونار او الاشعه التلفزيونيه ساعات بيبين اورام كتير في الكبد. فطرق الفحص احنا بنختار ابسطها واسهلها للمريض وعلى اساس توصلنا للتشخيص الصحيح. صحيح. دكتور عطية انا بشكرك جدا وبنستفاد من حضرتك، وفقره مميزه وجديده في طبيب الحياه، مستنيك ان شاء الله فقره جديده. بشكرك، كما نورنا في الاستوديو استاذ دكتور عطيه خفاجه، استشاري جراحه الاورام، كليه طب القصر العيني جامعه القاهره، وايضا عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، وعضو الجمعيه المصريه لجراحه الاورام. استنونا ان شاء الله فقرات جديده قادمه من طبيب الحياه كل يوم معاكم من السبت الاربعاء من الواحده وحتى الثانيه ظهرا. ما تنسوش القعده من الواحده صباحا وايضا من السابعه صباحا. ولو فاتتكم الفقره دي عشان مهمه جدا تقدروا تشوفوها عن طريق الصفحه بتاعتنا، صفحه طبيب الحياة على الفيسبوك. كنت معكم إنجا علاء، إلى اللقاء. مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة الحياة، برحب بحضراتكم ويوم جديد وفقرة جديدة عن الجمال من طبيب الحياة. الجمال هدف لكل رجل او سيده او شاب او شابه، والنهارده في فقرتنا دي هنتكلم عن تقنيه جديده لشفط الدهون وهي الفيزر. وهنعرف النهارده ان الفيزر ساهم كتير جدا في جراحات شفط الدهون، مش بس كده ولكن بيرسم الجسم وبيعمل على نحته حسب الشكل المطلوب او المرغوب فيه، وكمان هو من احدث الاجهزه اللي موجوده النهارده. وعشان كده هيكون منورنا النهارده من داخل الحلقه كدر من كوادر جراحات التجميل في مصر والوطن العربي. هيكون منورنا النهارده من داخل الحلقه الاستاذ الدكتور وائل غانم، استشاري جراحات التجميل واصلاح العيوب الخلقيه، وايضا دكتوراه جراحات الاطفال والتجميل جامعه عين شمس، ومدرس بكليه الطب جامعه عين شمس، وايضا عضو الجمعيه المصريه لجراحيه التجميل والاصلاح، وعضو الجمعيه المصريه لجراحه الاطفال. اهلا بيك يا دكتور ومنورنا. تايتل كبيره جدا يا دكتور، ما شاء كل الله. ده؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك. في البدايه دكتور احنا عايزين نتكلم عن الفيزر. احنا سبق وكلمنا في حلقات، اتكلمنا مين بينفع معاه فيزر ومين ما بينفعش معاه، هنتكلم بالتفصيل، ولكن خلينا الاول يعني نعرف كل الساده المشاهدين يعني ايه فيزر وايه هي استخداماته. هو احنا اتكلمنا يمكن في حلقات كتير قوي على الفيزر، بس انا بحب ان احنا نكرر دايما الموضوع بشكل مختلف ونعرضه بكذا زاويه. الفيزر دلوقتي يمكن ناس كتير قوي بتسمعنا وشافت الحلقات اللي قبل كده ان ده تقنيه جديده لشفط الدهون بتعتمد على جهاز اسمه الفيزر. الجهاز ده بيطلع موجات صوتيه، الموجات الصوتيه دي بتفتت الدهون وبتحولها لصوره شبه سائله بحيث ان احنا نقدر نطلعها بره الجسم بمنتهى السهوله. الامان في الفيزر ان هو موجات صوتيه، فبالتالي مش بينتج عنها درجه حراره عاليه زي الليزر، لان الليزر كان بيستخدم ولا زال بيستخدم في شفط الدهون، ولكن الحقيقه نتيجه ان الحراره العاليه اللي بتطلع من الليزر لقينا ان ممكن يحصل مشاكل في الجلد أو ممكن يحصل مشاكل في الانسجه الداخليه. تمام. فلما طوروا وعملوا الفيزر طلعوا موجات صوتيه بحيث ان هي تكون امنه على الانسجه داخليا وتكون امنه على الجلد الخارجي. فدي حاجه. الحاجه الثانيه لقينا ان الفيزر كمان بيعمل نحت بشكل عالي الجوده، ومش عايز اقول لحضرتك ان احنا بنقدر نوصل لاماكن معينه زي الوسط، نحدد الوسط ونحدد اماكن صعبه جدا كانت صعب ان احنا نعملها بالشفط بالطريقه التقليديه، قدرنا بالهاي ديفينيشن، عشان كده بقول عالي الجوده، اسمه فيزر هاي ديفينيشن. فبنقدر ان احنا نعمل عالي التحديد، ان احنا ننحت المنطقه دي كلها وننحت مناطق صعبه جدا زي النك، زي الرقبه، زي مناطق معينه في الارداف او في الافخاد، بتبقى الوصول ليها او ان احنا نعمل كونتورنج ونعمل دوران محدد بيبقى صعب جدا. صعب جدا، بس بتوصل لنتيجه مرضيه من خلال الفيزر. بالظبط. يعني ممكن حد يكون جسمه كويس جدا يا دكتور ولكن بيعاني من بعض الدهون في مناطق زي الرقبه، زي مثلا الوسط، والجسم كله بيبقى سليم، بس الفيزر بيوصل للمناطق دي. بالظبط. التجمعات الدهنيه ممكن تبقى موجوده في اي منطقه في الجسم. في اي منطقه. وكان الطريقه العاديه للشفط اللي هي التكسير اليدوي عشان نخرج الدهون دي كانت بتبقى صعبه جدا، و صعب جدا في منطقه محدده زي الناك اللي هي الرقبه ان انا اقعد اتحرك كتير واقعد اكسر الدهون بايديا. كان لازم يكون في تقنيه تساعد ان في موجه معينه تنتشر
وتكسر الدهون وانا بمنتهى السهوله اخرجها. عشان كده الفيزر في منطقه زي اللغد او منطقه الرقبه دي بيجيب نتائج كويسه جدا. منطقه الظهر لان في ساعات بعض السيدات وبعض البنات عندهم التنايات اللي موجوده في الظهر. التنايات دي عشان تتكسر بتبقى صعب جدا بالطريقه اليدويه. الفيزر بيقدر ان هو يعمل الطريقه الهاي ديفينيشن اللي هي عالي يعني ده التحليل. يعني دكتور الفيزر حاجه والهاي ديفينيشن حاجه تانية؟ لا هو الفيزر تمام، هو ده الجهاز تمام. الطريقه ان انا ازاي اعمل الهاي ديفينيشن اللي هو عاليه التحديد او عاليه الجوده تمام. ان انا اقدر ان انا اكسر مناطق معينه ليها بقى طريقه في الشغل، ليها طريقه محتاجه ان هي تتعمل بالجهاز عشان نقدر ننحت ونحدد المنطقه دي. هنا الجهاز لوحده مش هيقدر يعمل كده، لازم في طريقه معينه. عشان كده التدريب على الجهاز صعب جدا. يعني احنا لما جبنا الجهاز كان لازم ان احنا نتدرب عليه من خلال دورات محدده. شركه فيزر اللي هي الشركه الموجوده في امريكا هي اللي بتبقى اللي انتجت الجهاز ده، هي لازم بقى في مدربين معينه للجهاز بيبقى بره مصر. كان لازم ان احنا نشوف الطرق المختلفة لان التعامل مع جهاز الفيزر صعب جدا. عشان كده انا بستغرب جدا ان في ناس ساعات بتروج ان هو الجهاز الفيزر ده منتشر وموجود عند ناس كتير وبتحاول ان هي تستقطب الناس. بالعكس، انا مش بقول الكلام ده عشان نحتكره، انا هبقى فرحان جدا ان يبقى عند 1 و2 و3 و10 بس استخدامات يكون سليمه ويكون في مصداقيه في الكلام. بالظبط، احب اللي بيستخدمه يكون فعلا عنده ويكون فعلا بيتدرب عليه ويكون هو معتمد. عشان ما نقعدش نتكلم اصل الفيزر موضه فكله يشفط بالفيزر. مفيش حاجه اسمها كده، لان هو دلوقتي ناس كتير بتروح لاماكن انا عايزين نشفط بالفيزر، عندنا ونفاجئ ان هو ما عملش فيزر. لان معروف جدا الجهاز ده مش حاجه بتتباع في في في, في مثلا محل معين، لا ده هي بتبقى من خلال شركه محدده وكل دكتور بيجيبه بيبقى مسجل ومعتمد في الشركه دي ويبقى مكتوب اسمه مقرون بهذا الجهاز في امريكا. عشان كده نرجع تاني نقول التدريب على جهاز الفيزر محتاج حرفيه عاليه جدا ومحتاج تدريب متواصل عشان نوصل ان احنا نتكلم ايه الطرق المختلفه للفيزر. لان في بعض الحالات على فكره احنا ممكن نعملها شفط عادي بالفيزر، ممكن حالات نعملها شفط عالي التحديد، وفي حالات ما نعملهاش شفط على فكره، ممكن نكسر الدهون ونسيبها من غير ما نخرجها، وفي حالات ممكن نعمل شد للجلد بس. فدي كلها طرق مختلفة. يعني لازم التشخيص في الأول أو التحديد هو ده هيعمل إيه، المريض هيعمل إيه. بالظبط بالظبط كده. دكتور في مثلا أي تجمع في الدنيا لرجال أو سيدات، حد يجي يقول مثلا إيه أنا عندي دهون متراكمة مثلا في الأرداف في الدراعين، التسدي عند الرجال طبعا بقى منتشر وشائع جدا، الكرش البطن عند أي سيدة، إيه المناطق يا دكتور المناسبة اللي ممكن يستخدم فيها الفيزر؟ بصي، هو الفيزر ممكن يستخدم في كل أي منطقة في الجسم. يعني اي منطقه في الجسم، كل الحاجات اللي انا قلتها دي ينفع في اي منطقه في الجسم ممكن نستخدم الفيزر. ولكن مين الحالات اللي ينفع لها فيزر؟ لان في ساعات حالات بتجيلي في العياده تفاجئ ان انا بقولها لا انت مش هينفع تعملك فيزر، او انت مش هينفع تعملك فيزر. ليه بقى؟ حاله مثلا قصه زي واحد داخل بيقول لي انا عندي بطن عندي كرش. اقول له طب اكشف البطن، اشفط بطنك لجوه، مش عارف يشفط بطن لجوه، بطنه كبيره قدامه كرش كبير. نيجي نمسك الدهون الخارجية اللي هي اللي تحت الجلد نلاقيه ما عندوش طبق الدهون كبيرة أو زايدة، طبقة عادية جدا، ولكن تركز الدهون كله داخل بطنه اللي هي بنسميها السمنة الداخلية أو المسمى الطبي بتاعها اللي هي الفيسرال اوباستي، اللي هي بتبقى الدهون اللي حوالين الأحشاء الداخلية. دولت ما ينفعلهمش فيزر، وهو بيتخيل ان هو ينفع له فيزر. ازاي الدكتور بيقول لي ان ما ينفعلكش فيزر؟ دي سمنة بقى، دي ما هو كله سمنه. دي انواع من السمنه، لكن تمام. دي سمنه داخليه اللي احنا بنتعامل معاها في جراحه التجميل هي السمنه الموضعيه اللي بتبقى محدده وبتبقى ليها علاقه بالشكل اكتر من الوزن. ولكن السمنه الداخليه لازم تتشخص كويس، لان دلوقتي زي ما قلنا في حالات بيبقى عندها دهون داخليه اكتر من الخارجيه. طب ده علاجه ايه؟ ده علاجه ان هو ممكن يمشي على نظام غذائي رياضه، لو ما قدرش وتعب وزهق ولقى ان هو مفيش نتيجه يبقى يلجا للحاجات اللي هي زي ايه بالونه المعده او تدبيس المعده. اللي مش بيعملها جراح التجميل. لان دلوقتي برضو حاجه تضحك جدا، الو مركز تجميل، بتعملوا عمليه تدبيس المعده؟ بنعملها. ازاي دكتور تجميل بيعمل تدبيس معده ازاي؟ ده لازم يكون حد متخصص في عمليات تدبيس المعده، حد متخصص لجراحات مناظير المعده، متخصص في الموضوع ده، حاجه اسمها البارياتريك سيرجري، ده حد بيبقى متخصص فيها مش جراح التجميل. ولكن جراح التجميل بيبقى لينك مع حد عارفه، عشان هو لما بيلاقي حاله زي فيها محتاجه ان هي تدخل في المعده بيريفير، بيبعت الحاله ليه.
وهو ده اسمه الفريق العمل. ان احنا ما ايه ينفع ينفع. عشان كده انا بفاجئ اكتر بكوارث زي ايه بقى، مش جراح تجميل بقى ولا 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 جراح سمنه، دكتور جلديه، مع احترامي طبعا لكلهم، كلهم الناس منهم كتير قوي زمايلنا انا بحترمهم جدا، ولكن فيهم بعض الناس انا طبعا بافاجئ بحاجه غريبه جدا. حد عنده مشكله في سمنه، سمنه منتشره في الجسم، سمنه مفرطه، وقال له هو طبعا لا جراح ولا يعني لا هيعمل شفط دهون ولا هيعمل له تدبيس معده، هيقول له لا ده احنا هنعمل لك جلسات تفتيت دهون، جلسات تفتيت دهون من خلال حقن الميزوثيرابي. تمام. نفاجئ الشخص ده لا بيمشي على نظامه الغذائي ولا بيعمل رياضه، وبيجي كل اسبوع يعمل جلسات تفتيت دهون. الشخص ده عامل زي ايه، كل شويه تشيلي منه حته وهو يعوضها بحته تانية، لان هو فاهم ان الجلسات دي عباره عن مواد بتدخل الجسم بتشيل الدهون وتدوبها خلاص وخلص الموضوع على كده. هو مش فاهم ان هي خليه كبيره انت بتدوب الدهون فبتصغر، وبعد كده بسهوله جدا الجسم بيعوضها في فتره صغيره جدا. عشان كده بقول التشخيص، امتى الحاله انا فعلا، هل معنى كده الميزوثيرابي غلط؟ لا مش غلط، ولكن في حالات محدده، حاله مثلا ايه، عندها حته بسيطه هنا، عندها حته في الجنب هنا، ومش عايز تعمل عمليه، ما عندهاش وقت تاخد اجازه وما تقدرش ان هي تفضي نفسها فتره، هنا ممكن نعملها جلسات تفتيت دهون. لكن كل الحالات في المطلق اللي عندها سمنه نتعامل معاها من خلال جلسات واجهزه ليزر تفتيت دهون خارجي والكلام ده، الكلام ده غلط. انا في حالات كشخصيا كجراح تجميل عندي الاجهزه بتاعت تفتيت دهون، بقول له انت فعلا مش مستاهله عمليه، نعمل جلسات. وفي حالات بنعملها بالفيزر، وفي حالات زي ما قلنا ما تنفعش لا ده ولا ده، انت محتاج يعني في حالات ينفع معها فيزر وفي حالات ما ينفعش معها الفيزر. وفي حالات ينفع بقى اللي هو الايه، عمليه تدبيس المعده. طيب قصه تانية، واحده عندها ولاده متكرره وبطنها ساقطه لتحت، جايه تقول يا دكتور انا سمعت جهاز الفيزر ده، جهاز الفيزر ده بيشد كل الترهلات، اعمل لي بقى العمليه دي ومش عايزه افتح من تحت. اكشف الاقي البطن مترهله ونازله لتحت. طيب هل دي ينفع لها فيزر؟ لا ما ينفعلهاش فيزر. مش معنى ان الفيزر طلع يبقى احنا عمليه شد البطن المشهوره اللي هي فيها فتحه من تحت اتلغت. ما اتلغتش، هي عمليه امنه جدا وعمليه نتيجتها هايله جدا، ولكن بنقول ايه، الفيزر ليه درجه معينه لشد الترهلات، في الغالب بتبقى اقل من 50%. لو الترهلات اكتر من 50%، وده 50% مش في نظر الحاله، ده في نظر جراح التجميل، هو عارف يعني ايه 50%. عشان في ناس تقول لك ايه لا ده انا اقل من 50%، وهو معتقد ان ال 100% دي يعني حاجه لازم يبقى في الارض، لا مش للدرجه دي. فدي محتاجه شد بطن، ما ينفعلهاش فيزر، لان الفيزر مش هيقدر ان هو يشيل كل الترهلات الموجوده دي، ويزعلوا جدا يقول طب انت حضرتك قلت ان هي بتشد الترهلات، والثانيه دي هتروح ازاي بالجراحه، انا مش عايزه فتح، لا انا عايزه فيزر هو اللي يشيل الثانيه دي. هنشيلها ازاي بالفيزر؟ ده زياده في الجلد، الجلد ضعف، حصل فيه تانية لتحت، لازم الجلد ده يتشال، زي الفستان لما يوسع او يترهل لما بنضيقه بنعمل ايه، بنقص حته منه، صح؟ ما بينفعش نقعد ايه نحط عليه ماده تكشكشه، فاهم ازاي؟ فهنا في يعني ترهل واضح في الجلد اكتر، ترهل وترهل في العضله كمان. هل الفيزر هيشد العضلات؟ لا مش هيشد العضلات. بعض الناس زي الولاده المتكرره في السيدات وفي بعض الرجال عندهم ترهل في العضله، ترهل من كتر الكرش، خلاص مش عارف يشبط بطنه، العضله ضعفت جدا، او عنده فتق في جدار البطن، بنلاقي دايما العضلات بعيده عن بعض، حاجه اسمها دايفريكيشن للمصل، بعيده عن بعض، فبالتالي دي محتاجه عمليه شد للعضلات. يبقى بنقول ايه، الفيزر مفيد، مفيد بس كل الحالات، لا مش لكل الحالات، مش لكل الحالات. مين اللي يحدد؟ هو جراح التجميل. جراح التجميل. دكتور حد جه خلاص وقرر ان هو يعمل عمليه فيزر، عايز النهارده يا دكتور اعرف من حضرتك عمليه الفيزر بتاخد وقت قد ايه وايه مراحلها كمان؟ كويس. طبعا عمليه الفيزر في الغالب بتبقى عمليه يوم واحد، يعني احنا لما بنعملها بنعملها في نفس اليوم وبنخرج. اختيارنا للتخدير الكلي او الموضعي ده بيبقى حسب درجه الحاله. بمعنى لو في عندنا مناطق محدوده او مناطق صغيره ممكن نعملها بالتخدير الموضعي. تمام. لو الدرجه كبيره ممكن نعملها بالتخدير الكلي. معنا صوره من داخل العمليات يا دكتور؟ يعني هنا حاله، الحاله دي عندها فيديو من داخل العمليات، زي ما شايفين جهاز الفيزر ورا اهو. اوكي. تمام. ده جهاز الفيزر عشان برضو كل الساده المشاهدين، الجهاز الازرق اللي موجود ورا. بالظبط. تمام. تمام. وزي ما احنا شايفين احنا هنا بنعمل الشفط. تمام. في منطقه محدده، بالمناسبه الحاله هنا واخده تخدير كلي. ليه؟ لان هنا عاملين شفط للظهر، ده هنا على فكره الحاله هنا بظهرها، عشان الناس اللي هي بتقعد تقول ايه يا دكتور ده احنا بنسمع ان التخدير الكلي والناس لما تنام على وشها بيحصل مشكله، وسمعنا انا مش عارف فنانه حصل لها ايه، كل الكلام ده تخاريف ملهاش اي اساس. زي ما احنا شايفين جهاز الفيزر بيدخل اهو، انا ماسكه بكسر بيه الدهون عشان دي المرحله المهمه جدا، داخلين من خلال فتحه صغيره بنتحرك
فيه بسرعه، لان هو الموجات دي بتكسر بشكل سريع، فاحنا بنتحرك بشكل سريع فيه، حركه سريعه، بحيث ان انا بحاسس بايدي التانية، بحس المنطقه عشان اشوف الجزء ده اتفتت بشكل سريع، عشان بعد كده المرحله اللي بعدها هنشيل الدهون وهتخرج على جهاز الفيزر زي ما هنشوف. العمليه زي ما احنا قلنا ان ممكن تتعمل بتخدير كلي او موضعي حسب المناطق وحسب الكميه الدهون اللي موجوده. يعني لو لقينا حد عنده مناطق كتيره ومحتاجين ان احنا نشيل كميه كبيره من الدهون، هنا مش هنا ده كده في الظهر يا دكتور، كده في الظهر برده، تمام، برده هنا في الجنب بنقدر ان احنا هنا طبعا بنرش السائل ده، بحيث ان الموجات الصوتيه دي بتعمل يعني بيساعد ان الحركه بتبقى ايه سريعه اكتر، سريعه او بيبقى ما يحصلش احتكاك للجلد جامد. زي ما احنا شفنا كنا في اللي قبليها كان في الدهون، دلوقتي احنا بنشيل بنشفط الدهون وخرجت من خلال الـ 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 الخرطوم اللي هو الموجود ده متصل بالجهاز، بحيث ان الدهون تتجمع في الجزء اللي هو بتعرف انت خرجت دهون قد ايه بالظبط. تمام يمكن حتى كمان لو نجيبها تاني ونجيب شكل الدهون وهي بتطلع موجوده في الجهاز. دي المرحله الثانيه بقى بعد ما كسرنا الدهون بنشفطها بقى بره. تمام اوكي. عشان في ناس بتتخيل ان هو جهاز الفيزر ده انت بس هتركبيه جوه العيان وهو بقى هيكمل. دي الدهون يا دكتور زي ما احنا شايفين ورا دي بالظبط اللي هناك موجوده عشان برده كل المشاهدين ياخدوا بالهم. هو يعني في جزء هيقرب بحيث ان انا اتخيل ان حجم او نقاء الدهون. زي ما احنا شايفين شوف الدهون بتطلع بيبقى في سايل تحت بتبقى الجزء ده، والجزء الدهون بيطلع دايما فوق. طبعا احنا بنستكمل العمليه بحيث ان احنا نجمع اكبر كميه من الدهون. لو احنا لاحظنا حتى ان احنا بنرسم المنطقه اللي احنا محتاجين نتعامل معاه ليه، الشخص لما بيبقى نايم بيبقى مختلف تماما شكله عن ما بيكون واقف. يعني المنطقه لو واحد واقف شكلها ده مختلف. ده اللي كنت عايز اساله لحضرتك. لو مثلا واحد واقف مثلا عنده بطن بيبقى زياده، هو واقف بيبقى باينه، بس هو لو هو نايم ما بتبقاش باينه قوي. بالظبط. هو عشان كده احنا لازم بنعمل رسم قبل العمليه بحيث ان احنا نحدد المنطقه اللي واضحه جدا التركز الدهون وان هي متجمعه فيها بشكل كبير. عشان كده هنا بتلاقي علامات او بنرسم المنطقه دي. اوكي. فزي ما قلنا ان العمليه بتخدير كلي او موضعي زي ما احنا اتفقنا حسب درجه السمنه الموضعيه اللي موجوده. بعد كده طبعا احنا في صور قبل وبعد يا دكتور؟ هنا دي صور توضيحيه عشان نتخيل ان ممكن نعمل التحديد واضح ازاي. واضح جدا الفرق يا دكتور. التحديد هنا ده في واحد رياضي عنده عضلات فالدهون متركزه قبل العضلات، فلما بنعمل الفيزر بنحدد العضلات اللي هي اصلا موجوده مش الفيزر هو اللي بيعملها، وبيحددها نتيجه ان هو شال الدهون الموجوده فوق العضله. تمام. يعني دي برضو حاله تانية يا دكتور. دي حاله تانية عندها مشكله في البطن والوسط. طبعا تمام. هو ده بقى التحديد الهاي ديفينيشن ان هو يتحدد بشكل كبير ويتجمع في المنطقه، يعني المنطقه اللي هي في الوسط اللي هي فيها تجمع في الدهون نقدر ان احنا نحدد اكتر ويبان الجزء الشيب في المنطقه دي عشان يبقى في تناسق في الجسم. برضو احنا واضح جدا يا دكتور ان في الوسط اتنحت. هنا اتنحت وهنا المنطقه الاسفل البطن دي درجه عندها يدوب تانية بسيطه. هنا ممكن نشد الجلد من غير ما نفتح او ما نخافش بعد العمليه ان يحصل ترهل. يعني حاله زي كده تخاف جدا تقول انا لو عملت شفط الدهون بالفيزر هل ممكن يحصل ترهل في البطن؟ لا ده بالعكس، ده هي تتشد. ولكن لو في درجات اللي هي في تانية جامده لا هنا ساعتها. يعني هي ساعدتك يا دكتور، يعني حجم الوسط هو اللي ساعدك ان هي تشد الترهل البسيط. اوكي تمام. برضو دي ده كمان نفس الكلام، احنا هنا عندنا المشكله اللي احنا بنقول عليها ان بيبقى في تنايات في الظهر. هنا بنقدر ان احنا نكسر التنايات دي ونقدر ان احنا نشدها ونعمل نحت ونعمل شيء. طبعا كبير جدا. تمام. برضو نفس الكلام منطقه البطن، لان هي دي اكتر منطقه شائعه اغلب الناس سواء رجال او سيدات المصريين طبعا بعد الاكل وكده بيشتكوا من البطن ومن الكرش. بالظبط كده. مهما كانت سهوله يا دكتور العمليه او مثلا مكان بسيط زي اللغده زي الدراعات، هل يا دكتور ممكن حد يعملها في عياده؟ ده صعب جدا. صعب جدا. يعني هي في ناس بتعمل بعض العمليات في العيادات، ولكن انا كنت لسه الاسبوع اللي فات مع حد من المسؤولين في وزاره الصحه فبساله بقول له هو في قانون حتى لو استثنائي ان احنا نعمل عمليات في عياده؟ قال لي استحاله، ممنوع منع بت ان يتعمل اي نوع من انواع العمليات في عياده. عشان كده انا بستغرب اي حد بيعمل عمليات في عياده هو اكيد بيعملها الليجل بشكل غير قانوني،
بيعملها ان هو متخيل ان هي حاجه بسيطه، فبالتالي طبعا ايه مفيش ترخيص او مفيش طبعا اي مسؤوليه من وزاره الصحه بتتعمل على مسؤوليته. وده طبعا ده بيضر بالحالات نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو المكان غير مجهز غير معقم، سلامه المرضى طبعا مفيش هنا طبعا عوامل الامان، لو حصل اي حاجه هو مش عارف يتدارك اي حاجه، بل بالعكس لو هنقول على ابسط ضرر ممكن يحصل اي عدوى للمريض ويحصل منه التهاب جامد ما يعرفش ان هو يتعامل معاه، وهيضطر برضه ان هو هيتابعه او يعمل له حاجه في مستشفى. فبنقول ان اي اجراء خصوصا الفيزر وشفط الدهون لازم يكون في عمليات، لازم يكون في غرفه مجهزه عشان برضو الكسب المادي يا دكتور، عشان في ناس طبعا بتنوه ان هي عندها الفيزر والناس ما بيشوفوش الفيزر، فدي حاجه مهمه جدا برضو احنا بنوه عنها. دي حاجه تانية، احنا دايما بنقصد ان احنا دايما نجيب شكل الجهاز، وحتى لما جينا لقطه من العمليه النهارده جبنا شكل الجهاز اهو جنبنا اهو، عشان نبقى دايما احنا داخلين اوضه العمليات يا دكتور نساله يا دكتور فين جهاز الفيزر. الجهاز الفيزر بقى معروف شكله، الجهاز الازرق الجميل اللي هو التاور ده معروف طبعا، في فيزر 1 اللي هو لونه ابيض، حضرتك كمان عرضته اكتر من مره عشان كل الساده المشاهدين ياخدوا بالهم منه. بالظبط تمام. في اثار يا دكتور لعمليه الفيزر او للشفط بالفيزر؟ احنا لما بنعمل العمليه زي ما احنا قلنا بنخرج في نفس اليوم. تمام. لما بنخرج بنبقى لابسين كرسيه، الكرسيه ده وظيفته ان هو يضغط الجلد عشان التورم اللي بيحصل. هي دي الاثار اللي بقولها بعد الشفط، ان ممكن يحصل تورم في المنطقه وممكن يحصل شويه زرقان او كدمات. تمام. انا دايما بقول عشان نحصل على نتيجه الفيزر نستنى شهرين. ليه؟ لان في الايام الاولى او الاسابيع الاولى بعد العمليه احنا مش بنحس بالنتيجه الفعليه، بنحس ان الدنيا منفوخه شويه، وده طبيعي لان ده رياكشن بتاع الجسم. فعشان نحس النتيجه النهائيه لازم يكون دلوقتي يا دكتور صوره الجهاز عشان برضو كل الساده المشاهدين يشوفوه. ده احنا وقفنا لقطه في عمليه عشان نبين ده شكل الجهاز. شكل الجهاز طبعا الجهاز على الانترنت لو كتبنا فيزر هيبان شكله، ده فيزر 2 بالمناسبه، وفي فيزر 1 صح كده؟ وفي فيزر 1 هاي ديفينيشن، دي التقنيه مش اسم الجهاز. اوكي. الجهاز ده اسمه فيزر 2. اوكي. والفيزر 1 ده اللي هو الجهاز الابيض اللي هو الاقدم منه، لكن الاثنين طبعا فيزر. يعني مفيش علامات كمان يا دكتور بتبان في الجسم؟ العلامات بتبقى حاجه بسيطه جدا، نص سنتي اللي دي اماكن فتحات، وطبعا بعد كده مش بتبان، لان احنا طبعا بنقصد ان احنا نعملها في اماكن ما تكونش باينه. وزي ما قلنا التورم والزرقان ده بيخف تدريجيا خلال فتره الشهرين مع لبس الكرسيه. بننصح دايما، ودي النصيحه دايما بشدد عليها لكل الحالات، لازم نظام غذائي ورياضه عشان ما ترجعش الدهون، نوصل لنتيجه مرضيه وسليمه، ما ترجعش الدهون. تمام يا دكتور. بعد ما عملنا الفيزر ممكن حد يجي يقول لحضرتك انا هعمل مثلا شفط دهون في البطن بس عايزه اعيد حقن الدهون من الدهون اللي انا بستخرجها من الجسم في مناطق تانية. كويس. طب زي مثلا الوش، زي مثلا الدراعين، ممكن يعني مناطق كتير حسب المرغوب فيه. وليه بعدها احنا ممكن في نفس العمليه بالفعل، يعني مش لازم يكون في عمليه تانية، ان احنا ممكن الدهون اللي احنا شفطناها دي ان احنا نستخدمها ان احنا نحقنها في بالفعل مناطق تانية. ساعات بنلاقي ان في نحافه في الوجه مع تقدم العمر او مع النزول السريع في الوزن او الحالات المرضيه، بنحتاج ان احنا نحقن دهون في الوجه. الثدي كذلك عند بعض البنات. عندنا فيديو يا دكتور هنشوف حقن الدهون عشان كل برضو الساده المشاهدين. ده فكره مبسطه ان احنا كان طريقه اللي هو ايه وضع الدهون، هي دي مش حقن الحقيقه، دي فتحه بتتعمل، بس احنا طبعا يعني ما عدناش بنلجا للفكره، بس احنا بنقول دي الاماكن اللي احنا الشائعه اللي بنحتاج ان احنا نحقن دهون فيها. بالظبط. تمام. ان احنا دلوقتي قدرنا ان احنا من خلال عمليه الشفط ان احنا ناخد الدهون المشفوطه اللي احنا خرجناها بره الجسم ونحطها في الاماكن اللي احنا زي ما احنا شايفينها، ممكن في الخدود، ممكن في الفتحه في الثانيه اللي موجوده. أوكي. في حوالين الفم، ممكن في الشفايف، ممكن في التجاعيد اللي موجوده حوالين الفم. تمام. دي مناطق شائعه ان احنا ممكن نستعيد الدهون اللي احنا خدناها ونحقنها في الوجه. طبعا طريقه حقن الدهون دلوقتي يعني بقت متقدمه جدا، بقى عندنا ابر معينه رفيعه جدا تدخل تحت الجلد. هنشوف برضو يا دكتور حقن الدهون مع بعض. هنا برضو نفس الكلام، ان احنا بعد ما بناخد الدهون ممكن في الثدي زي ما احنا شايفين تتحقن الدهون على كذا ليفل. هنا مثلا الدهون اتحقنت تحت العضله، تحت العضله اللي موجوده في الثدي، وهنا طبعا ايه ممكن تتحقن كمان داخل الثدي. هنا الجزء الابيض اللي في النص ده طبعا الجزء اللي هي بتاع الغده اللبنيه، وحواليه بيبقى طبعا الايه الاصفر ده، هو ده الدهون، يعني اللون الاصفر اللي محقون دلوقتي ده تحت العضلات بحيث ان هي ترفع العضله شويه.
وبعد كده ممكن نحقنها فوق العضله بحيث ان ندي امتلاء اكتر. كاننا بنعمل عن عمليه تكبير الثدي بالسيليكون. السيليكون ممكن يوضع تحت العضله او فوق العضله، لكن احنا ممكن نستعيد السيليكون بالدهون. ميزة الدهون ان هي بتبقى من نفس الجسم. الحقيقه هي مش بتبقى دائمه، يعني مش تبقى مدى الحياه، لان ممكن الدهون تنزل او تروح. ده بيرجع لحاجات كتير جدا. بيرجع ان الجسم نفسه مختلف من شخص الى اخر. بعض الاجسام بيبقى عندها سرعه امتصاص الدهون عن اجسام اخرى. في اجسام بتحتفظ بالدهون فترات طويله، وكمان ساعات ان احنا لما بننزل في الوزن الدهون دي بتبقى عشان من دهون طبيعيه من نفس الجسم بتنزل برضو معانا في الوزن. بتنزل معانا. بص يا دكتور، حضرتك ان شاء الله لازم توعدنا بحلقه تانية عن حقن الدهون، ولكن اللي احنا عرفناه من اللي حضرتك ذكرته دلوقتي وتفضلت وقلته ان احنا من خلال اوضه العمليات لما دخلنا عملنا الفيزر ممكن بنحقن الدهون في مناطق تانية برضو بالاتفاق وفي نفس اليوم. بالظبط. لو واحده حامل بقى يا دكتور بعد الولاده ممكن تعمل فيزر؟ مش مباشرة. احنا دايما بنقول ان شد الترهلات او شفط الدهون بعد الولادة بننصح بيها بعد 6 شهور، بتكون الجسم الفسيولوجي بتاع الجسم رجع لحالته الطبيعية. العضلات والجلد اللي كان مشدود وكان متمدد جامد. ممكن تعملها بعد قد ايه يا دكتور؟ 6 شهور. بعد 6 شهور ده الوقت الكويس جدا ان احنا او الامن ان احنا نبدا نتدخل ونبدا نعمل تجميل في الجسم، عشان لو عملنا مباشره بعد الولاده ساعات بنحتاج نكررها تاني. تمام. يعني سريعا كده يا دكتور عشان وقت الفقره، بعد قد ايه يا دكتور ممكن المريض يمارس حياته بشكل طبيعي بصوره طبيعيه؟ احنا بنقول ان في بعد الغالب الفيزر. يعني هو برضو حسب درجه، يعني حسب المناطق، ولكن بتتراوح من 3 ايام لاسبوع. بياخد اسبوع كده اجازه راحه من 3 ايام لاسبوع، وبعد كده بيمارس حياته بشكل طبيعي تماما، ويبقى لابس الكرسي زي ما قلنا. وانا بقول يبدا رياضه بعد اسبوعين ونظام غذائي. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، ودي افضل حاجه بنختم بيها النهارده. اتكلمنا النهارده عن الفيزر واستخداماته وشفنا مع بعض الجهاز. بشكر ضيفنا اللي كان منورنا النهارده الاستاذ الدكتور وائل غانم، استشاري جراحات التجميل واصلاح العيوب الخلقيه، وايضا دكتوره جراحات الاطفال والتجميل جامعه عين شمس، ومدرس بكليه الطب جامعه عين شمس، وعضو الجمعيه المصريه لجراحيه التجميل والاصلاح، وعضو الجمعيه المصريه لجراحه الاطفال. بشكر حضرتك مره ثانيه يا دكتور. وبكده تكون خلصت فقرتنا. استنونا دايما وفقرات متجدده وتخصصات مختلفه من طبيب الحياه. ما تنسوش موعد البرنامج، هنكون معاكم يومين من السبت من 1 وحتى 2 ظهرا، والقعدة 1 صباحا، وأيضا 7 صباحا. كنت معكم مروة ميمي، أشوفكم على خير وإلى اللقاء.